مجدي خليل، النزيف لم ينتهي ولن ينتهي. ما هي الحلول العملية من وجهة نظر حضرتك لوقف هذا النزيف الدامي منذ الأسبوع الماضي؟ مش عايز أقول الأسبوع الماضي، الحقيقة منذ أسابيع وشهور فاتت في العراق. لحظة يعني، ده هو أولا النزيف ده مستمر، ولكن يعني أتفق مع الدكتور وليد صديقي العزيز في إن المسألة تجاوزت تماما كل ما هو متعارف عليه من حوادث. هذا نحن أمام تطهير عرقي وجرائم حرب كما قالت أمنيست انترناشونال. اليوم صدر بيان رئاسي عن مجلس الأمن، ولكن لم يحدد الخطوات الحقيقية لحمايتها. يدعم، نعم، يصف بالأحداث بالمروعة، يقول أن هناك حالة لتفريغ العراق، وقف المندوب الفرنسي وكان موقفه قويا جدا، رئيس مجلس الأمن اللي هو سفير كمان بريطانيا في الأمم المتحدة قال كلاما قويا أيضا. ولكن ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ نحن الآن أمام بيان رئاسي من مجلس الأمن. نحن نريد أن في قرار من مجلس الأمن، لازم يكون هناك قرار من مجلس الأمن. نعم. خطوة البيان الرئاسي الذي حدث اليوم هي خطوة تعضيدية نفسية للمسيحيين في العراق، ولكن كما تقول وكالة الأنباء الفرنسية هناك ذعر عام في المسيحيين في العراق. البحر أمامنا وخلفنا والعدو أمامنا. نعم. دلوقتي محاصرين. إيه اللي بيحصل في المسيحيين في العراق؟ المسألة تتعلق بوضع مأساوي، وضع تطهير عرقي، وضع إقليمي. يعني أنا تتابعت منذ بيان تنظيم القاعدة في العراق، فين المنظمات الإسلامية الكبيرة اللي بتتكلم على الإساءة للإسلام، وتتكلم عن هناك تذهب إلى الجمعية العامة ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي تصدر بيانات عدم الإصدراء الإسلام؟ فين؟ مفيش بيانات قوية طلعت من منظمات قوية تعضد مسيحيين العراق أو تقف مع مسيحيين العراق. دلوقتي إحنا أمام المفروض في مسؤولية أممية. إذا كانت مسؤولية الحكومة مقصرة، الحكومة العراقية، إذا كانت مسؤولية المحتل الأمريكي وهو مقصر أيضا، والولايات المتحدة الأمريكية عليها مسؤولية كمحتل للعراق في القانون الدولي ولكنها مقصرة أيضا في ظل هذه الإدارة، إذا كان هذا يحدث في العراق فنحن ليس أمامنا إلا المسؤولية الأممية على كل شرفاء العالم، على منظمات حقوق الإنسان الدولية، على القيادات العراقية، علينا كمسيحيين الشرق الأوسط. هذا وضع ليس يعني وضع مأساوي جدا. علينا أن احنا نخاطب العالم كله، نخاطب منظمات حقوق الإنسان، نعمل فريق عمل. محتاجين فريق عمل بأسرع ما يكون، فريق عمل دولي. وقد تناقشنا مع الدكتور وليد في هذا الموضوع.